على وقع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إحباط جهاز الأمن العام الشباك المئات من العمليات منذ بداية العام. ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على فلسطيني في مدينة يافا حاول تنفيذ عملية في مدينة تل أبيب. لبيد وخلال توزيعه أوسمة بتحقيق إنجازات استخباراتية إسرائيلية أشار إلى محاولات حركة حماس تشكيل خلايا لها في الضفة الغربية للقيام بعمليات في مدينة القدس ومناطق متنوعة ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. اشتباكات ارتقت إلى مستوى الأسلحة النارية مع استمرار الجيش الإسرائيلي بعملياته داخل الضفة الغربية وسط خلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية حول أوامر فتح إطلاق النار أو قواعد الاشتباك. خشية أمريكية من انزلاق الأوضاع داخل الضفة الغربية نحو انتفاضة ثالثة، ما يثير مخاوف من توتر في المنطقة، مخاوف جعلت جانس يؤجل تنفيذ مخطط استيطاني إسرائيلي آخر في مدينة القدس وسط تساؤلات عن فشل مبدأ السلام مقابل الاقتصاد. قنبلة موقوتة أو انتفاضة ثالثة على الأبواب، فمع استمرار الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالاته لمطلوبين في الضفة الغربية محاولة لتنفيذ عملية جديدة داخل العمق الإسرائيلي. الشرطة ألقت القبض على فلسطيني بحوزته سلاح ناري وعبوتان متفجرتان بهدف تنفيذ عملية داخل تل أبيب في وقت أشاد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بأداء جهاز الأمن العام الشباك وإحباطه مئات العمليات في الفترة الأخيرة. تأهب إسرائيلي وم مخاوف من توسع رقعة العمليات المسلحة خلال الفترة القريبة سببه ضعف قدرة السلطة الفلسطينية السيطرة على مدن عدة، بينما أشار رئيس الشباك رونين بار إلى أن السبب الرئيس هو الأزمة السياسية في إسرائيل والتي تعرقل اتخاذ قرارات من شأنها تقديم تسهيلات للفلسطينيين. لكن ثمة من يرى أن لابيد بات يتباهى بقبض السيطرة الأمنية لدوافع سياسية من شأنها رفع رصيده الشعبي في المعركة الانتخابية القريبة، لا سيما وأنه يفتقر للخبرة العسكرية التي تشكل حجر عثرة وثغرات أمام كسبه لثقة الجمهور الإسرائيلي، ما جعله يعطي الضوء الأخضر للجيش للعمل وفق تهديدات ومتطلبات الميدان، رافضا قبول انتقادات واشنطن المطالبة بتغيير قواعد إطلاق النار لدى الجيش الإسرائيلي باعتباره يتخطى الجانب الإنساني. فنيران الجنود الإسرائيليين حصدت أرواح مواطنين أمريكيين فلسطينيين وهما صحفية شيرين أبو عاقل والمسن عمر أسعد. وبالرغم من الرفض الإسرائيلي للمطلب الأمريكي إلا أن وزير الأمن بيني غانتس أظهر بعض المرونة ولبى مطلب البيت الأبيض وعلق مخطط بناء استيطاني في القدس، ثمة من يرى به محاولة لإرضاء واشنطن. أهلا بكم في ملفات هذا المساء، وأرحب هنا معي في الاستوديو بضيفي أولا السيد ألون أفياتار خبير في الشؤون الأمنية، أهلا ومرحبا بك معنا. وأيضا ينضم إلي الدكتور نصير العمري محلل سياسي من نيويورك، أهلا ومرحبا بك. كما ينضم إلي السيد سامر سنجلاو رئيس صندوق عمار القدس وناشط في حركة فتح عبر تقنية الزوم من مدينة القدس، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ألون، يعني بحسب القراءات والتصريحات وأيضا اليوم لابيد أشار إلى أن الشباك أحبط المئات من العمليات خلال السنة الأخيرة، على الأقل خلال السنة الأخيرة، بمعنى هو يقول اليوم أو دعنا نقول بأن قضية مبدأ السلام مقابل الاقتصاد أو الهدوء مقابل الاقتصاد فشلت فشلا ذريعا عندما نتحدث عن هذه العمليات، واليوم هناك عملية أخرى ومحاولة لتنفيذ عملية في مدينة تل أبيب. مزبوط، أول شيء في إنذارات، أكثر من إنذارات، في محاولات لتنفيذ مئات عمليات إرهابية شهريا وخلال الفترة الأخيرة الأعداد عم بيزيد يعني من يوم ليوم. نحن شايفين إنه نهائيا المخابرات الإسرائيلية وكل الأجهزة الأمنية بتمنع 99 أو 95 من العمليات من المحاولات. الحمد لله نهائيا ما في انفجار واسع ونحن مش في بداية انتفاضة ثالثة لسه. يمكن قراءة أيضا هذه التصريحات بشكل آخر، ولكن اليوم عندما نتحدث عن هذا الكم من العمليات نحن نتحدث عن تسهيلات قدمت للفلسطينيين خلال العام الأخير، بمعنى أن هذا المبدأ هو
فشل حتى الآن. إذا نتحدث عن هذه الكمالية من العمليات، إذا يجب البحث عن أفق سياسي. السؤال أذني هو أو بسؤالك أنت بترجع أو بدك ترجع لسؤال البيضة والديك، يعني مين بلش بالخبات؟ سؤال العودة إلى طاولة المفاوضات. مزبوط، أنا معك، أنا مسار سياسي. أنا معك، بس بدي أذكر المشاهدين إنه موضوع المفاوضات إذا في بداية أو في جمود هي جزء من الجو، هي مش السبب الوحيد لتحمس والطموح والمصالح لبداية العنف. بدي أذكر المشاهدين إنه قبل أكثر من 20 سنة في سنة 2000 بدأت الانتفاضة الثانية في نهاية المفاوضات اللي كانت بين الجانبين. نعم. معناته إذا في مفاوضات أو ما في مفاوضات هذا مهم. أنا ما بقول إنه ما في أي تأثير، في تأثير على جو، في تأثير على الشارع الفلسطيني أكيد. السلطة الفلسطينية ما في عندها إنجازات سياسية إنه بتجيب للشارع الفلسطيني، بس هذا مش السبب الوحيد. بدي أذكر إنه خلال السنة الأخيرة، خلال فترة الكورونا كمان، السلطة الفلسطينية مع الأجهزة الأمنية روحت لورا وبكت المناطق جنين ونابلس الكبرى لشباب، لميليشيات مسلحة. طيب. والميليشيات المسلحة سيطرت على الشارع. هذه نقطة يعني بالطبع سنطرحها على ضيوفي أيضا، ولكن دعنا قبل كل ذلك أن نتحول إلى مراسلنا سعيد محاجن المتواجد في مدينة تل أبيب. يعني سعيد مرحبا بك. بداية يعني هل من تفاصيل حول هذه العملية أو خلفية هذه العملية، علما بأن من حاول تنفيذها على الأقل تم اعتقاله من قبل الشرطة الإسرائيلية، المعلومات لديك؟ صحيح زميلي أدهم، يعني نقف هنا في مدينة يافا من مكان أو موقع اعتقال الشاب محمد ميناوي من نابلس، البالغ من العمر 20 عاما. يعني قبل قليل تحت بند سمح بالنشر يعني تم العثور على عصبة مكتوب عليها عرين الأسد أو عرين الأسود، وهي تابعة لكتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، فرع البلدة القديمة في نابلس. مما يعني أن محمد ميناوي الذي اعتقل اليوم كان ينوي تنفيذ عملية إطلاق نار ضخمة في تل أبيب خلال ساعات هذا المساء، وتم اعتقاله هنا في مدينة يافا. أيضا قبل قليل تم اعتقال مساعد له وهو ابن عم الشاب المعتقل، اعتقل وهو عائد من هنا من يافا إلى نابلس، تم اعتقاله على مفترق تفوح جنوب نابلس، سلسلة من اجتماعات تقييم للوضع يعني قام بها قبل قليل وزير الإسرائيلي أو رئيس الحكومة الإسرائيلية لابيد، يعني جلسة تقييم للوضع خلالها يعني. نعم. على ضوء ارتفاع العمليات. نعم. إطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية في الضفة. نعم. الغربية، قال بأنه علينا يعني بغية بلورة أدوات. نعم. وخطوات فورية. نعم. من شأنها تحقيق الاستقرار في الضفة. نعم. الغربية. نعم، أشكرك جزيل. نعم. الشكر أيضا سعيد. أضيف نعم. نعم باقتضاب لو سمحت. نعم. باقتضاب. نعم، أضيف إلى أنه خلال يعني بالرغم من كل الاقتحامات في الضفة الغربية وفي شمال الضفة الغربية ويعني نابلس وجنين ومخيم جنين. نعم. إلا أنه استطاع هذا الشاب وهو ما تخوفت منه السلطات الإسرائيلية من الوصول إلى العمق الإسرائيلي وتنفيذ عمليات. أشكرك جزيلا. شكرا سيد محاجن مراسل أي 24 نيوز المتواجد. نعم. في مدينة تل أبيب، شكرا جزيلا لك سيد سامر. ونحن نتحدث يعني بالطبع عن نقطة أثار ضيفنا هنا في الاستوديو السيد ألون، وهو يقول يعني بطبيعة الحال أيضا عن تراجع دور السلطة، ولكن أنتم في حركة فتح عندهم في السلطة الفلسطينية وكافة أطياف يعني الجانب الفلسطيني، ماذا تفعلون؟ ماذا فعلتم يعني سواء الحديث وإطلاق المبادرات حتى اللحظة؟ يعني أنتم تشاهدون هناك عمليات، هناك ضعف للسلطة الفلسطينية بشكل حقيقي، يعني ما هي البدائل؟ ماذا تطرحون؟ هذا السؤال يجب أن يوجه صانع القرار الإسرائيلي. صانع القرار الإسرائيلي في آخر عقدين الزمان منذ اقتحام الضفة الغربية عام 2002، وهو يسعى بكل قوته بكل استراتيجيته إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، إضعافها سياسياً ودبلوماسياً من خلال إغلاق أي أفاق أي تطور سياسي. وأنا أؤيد مقال ضيفك الكريم، ليس المهم أن يكون هناك مفاوضات أو لا يكون هناك مفاوضات، المهم أن يكون هناك داعي
للمفاوضات، يشعر بها المواطن الفلسطيني بأن هناك أفاق لتغيير حياته، أفاق لحل مشاكل اليومية، أفاق لكي يشعر بأنه إنسان حر طليق يمكنه أن يصنع بإرادته مستقبل وتفاصيل حياته. هذا لا يحصل. ولكن أيضا الشارع الفلسطيني ينتفض ضد سلطتي وضد قياداتي وضد كل المشروع السياسي الذي كان خلال يعني منذ عام 94، لا يرى هناك أفق سياسي حتى المرحلة. وهناك من يتهم أيضا بالفساد لكافة الأطر السياسية وأيضا للسلطة الفلسطينية. هو لا ينتفض فقط ضد إسرائيل. السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت طبقة من الاحتلال. السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت تعمل وتوظف، هي تقبل وظائف بدل من إسرائيل، من الرئيس عباس إلى كل من تحته هم موظفين لدى جهاز الشين بيت ولدى المنصف العام. أصبحت السلطة الوطنية قوات لحق في لبنان تعمل لدى الإسرائيليين وتنفذ لها مهام تحمي الأمن الإسرائيلي ولا تأبه بأمن الفلسطيني. كل يوم يقتل فلسطينيين داخل مناطق A وخارج مناطق A وفي كل مكان يقتل الفلسطينيين كالكلاب في الشوارع، أو بشكل أدق كالفلسطينيين في الشوارع، لأنه لا يطلق النار على الكلاب في إسرائيل للأسف. ولا تعمل السلطة الوطنية أي شيء. هذا التنسيق الأمني هو توظيف أمني باتجاه واحد مصمم لحماية أمن الإسرائيليين فقط، لحماية اليهود ولا يأبه أمن الفلسطيني. طيب. تراكم هذه الأمور، ضعف السلطة، فساد السلطة، استمرار الرئيس عباس بتوظيف نفسه رغم عن الشعب الفلسطيني، 80% من الفلسطينيين بطلبوا من الرئيس عباس الرحيل، بطلبوا انتخابات وهو لا يأبه ولا يسمع. نعم. وتساعد إسرائيل الاستمرار بفرض نفسه. طيب. على الفلسطينيين. دعني أخذ هذه النقطة منك لكي أتحول لدكتور نصير العمري. يعني أنت تستمع إلى ما يقوله السيد سنجلاو في هذا السياق، وأيضا ليس بعيدا عما قاله المبعوث الأمريكي للرئيس هادي عمري للسلطة الفلسطينية وللأراضي الفلسطينية من خلال جملة كلماته. قال أن ضعف السلطة الفلسطينية هو السبب الرئيس في تراجع دورها وأيضا ما يقود إلى العمليات ودخول أيضا مسلحين إلى الضفة الغربية. ماذا تقدم واشنطن؟ يعني أين هي المبادرات السياسية؟ نحن نشاهد يعني فقط تصريحات عابرة، وهناك من يرى بأنها محاولات لإرضاء الجانب الإسرائيلي تحديدا في مثل هذه الفترة السياسية الحساسة. لا مبادرات حتى اللحظة. نعم، لا يوجد مبادرات، والإدارة السيد بايدن تريد أن تبتعد عن القضية الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن بنفس الوقت هي في الحقيقة تلعب دور اليسار الإسرائيلي الذي اختفى تماما من المشهد السياسي الإسرائيلي. وتذكر إسرائيل بأن التكتيكات التي يتم استخدامها خاصة مثلا فيما يتعلق بمقتل شيرين أبو عاقلة ورفض إسرائيل. السؤال لو كانت يعني شيرين أبو عاقلة سيد سام يعني سيد نصير دكتور نصير، لو لم تكن شيرين أبو عاقلة مواطنة أمريكية وأيضا هناك شخص آخر أمريكيا يعني يحمل الجنسية الأمريكية، هل كانت واشنطن تطلب من الجانب الإسرائيلي مثل هذه التدخلات والتحقيقات؟ يعني هناك حملة اعتقالات أكثر من 1500 معتقل، هناك قتيل بشبه يومي من قبل داخل الضفة الغربية. نعم، يعني الموقف الأمريكي واضح بشكل عام أنه متحيز لإسرائيل، ولكن الموقف الأمريكي يذكر إسرائيل بأن هذه السياسات هي في الحقيقة يعني ستقود إلى التصعيد في الضفة الغربية وفي فلسطين، وهي يعني ستقود في الحقيقة إلى ما يخشاه الإسرائيليون وهو انتفاضة ثالثة. ويعني هناك مخاوف من أن الشعب الفلسطيني فعلا فقد الثقة بالسلطة الفلسطينية وفقد الثقة بإسرائيل وبالحلول السلمية. وهناك جيل من الشباب يعني أجرت معهم الول ستريت تحقيق في جنين، يقولون بأنهم أصبحوا لا يخشون أي شيء وأن الحياة أصبحت يعني مستحيلة. فهذا ما تقوله وتذكر الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل بأن هذه السياسات رغم الدعم الأمريكي هي في الحقيقة لا ستضر بإسرائيل وبأمن إسرائيل. سأعود إليك أيضا، هناك يعني أيضا يعني دعنا نقول خيبة أمل من الجانب الأمريكي تحديدا في هذه النقطة، ولكن على في كل الرئاسات أيضا ليس فقط في رئاسة جو بايدن. ولكن سيد ألون، يعني هناك قراءة أخرى يمكن قراءتها لتصريحات رئيس الشباك، وهو يقول أحبطنا المئات من العمليات خلال الفترة الأخيرة أو ضد إسرائيليين، بمعنى هو يوجه أيضا رسالة للمستوى السياسي في إسرائيل يقول لهم أحبطنا
ولكن عليكم أن تنتقلوا إلى مرحلة أخرى هي المرحلة السياسية، بمعنى إلى أي مدى هناك قدرة عند الشباك إحباط العمليات. ولكن في نهاية الأمر إذا ما وصل هذا إلى الرأي العام الإسرائيلي وكانت هناك عملية، هذا قد يؤثر أيضا على المعادلة، بمعنى أن أنا الأوان اليوم للتفكير بطريقة أخرى، ليس فقط الأمن مقابل الاقتصاد، وباعتقاد الجميع أن هذا المنظور فشل. اليوم هناك مبادرات، يجب طرح مبادرات. الجانب الفلسطيني يريد أرض، يريد شعب، يريد دولة، يريد إقامة وطن، هذا ما يطلب الجانب الفلسطيني، لا يتنازل عن ذلك. أذن الجانبين بيعرفوا أنه موضوع الدولة الفلسطينية المستقلة بكرة صباحا انتهى. أذني الواقع معروف لكلهم، بس رغم هيك في كمان مصالح سياسية إسرائيلية لوصول إلى خلينا نقول مفاوضات في المستقبل البعيد مع الجانب الفلسطيني، في السلطة الفلسطينية، في اعتراف كامل بالسلطة الفلسطينية وبدورها. بس هلا نحن شايفين وبنعرف انه هلا في وضع سياسي حساس اسرائيلي. انا مو شايف حكومه اسرائيليه هلا بلش او تبدا بمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، بس كمان نفس الحساسيات ونفس المشاكل، الوضع الحاس السياسي موجود كمان في الجانب الفلسطيني. انا مو شايف قياده فلسطينيه جاهزه لبدايه مفاوضات سياسيه مع الجانب الاسرائيلي. ما في شرعيه كمان في الجانب الفلسطيني لبدايه المفاوضات. الشروط والأول البعد بين الجنبين بعيدة جدا. هل هناك أرضية إسرائيلية؟ رئيس الشباك سمعت ما قال بالأمس؟ سمعت المبعوثة الأمريكية. نعم. قال نعم. الأزمة السياسية في إسرائيل تؤثر علينا باتخاذ قرارات، ولذلك لا نستطيع تقديم تسويات مع الجانب الإسرائيلي. بمعنى هو يلمح للمستوى السياسي بين الخلافات وتعطل الحكومات الإسرائيلية خلال الخمس سنوات الأخيرة منعت أيضا بالتوصل إلى التسوية مع الفلسطينيين، بمعنى الخلافات الداخلية هي ما تؤثر وليس أمور أخرى. مش بس الجو السياسي بيأثر، حماس وجهاد إسلامي إلهم دور مهم بالهبة الجديدة، وما إلهم أي دور بالموضوع السياسي. هي بكسر المعادلة، بكسر المعادلة. حماس والجبهات وجوز من تنظيم فاتح كمان كتاب شهداء الأقصى، إلهم علاقة لموضوع سياسي؟ ما لهم أي علاقة لموضوع سياسي. بدهمش سياسة وبدهمش وصول إلى 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 مسيرة السلام. معناته إنه في مجموعات كبيرة داخل الشارع الفلسطيني اللي إنه السبب الرئيسي لتنفيذ العمليات الغبية هم تكسير أو كسر أي محاولة لوصول إلى مفاوضات السياسية. معناته إنه العلاقة المباشرة بين السياسة العامة والميدان موجودة بس بشكل محدود، محدود جدا. وثاني شيء بجملة كثيرة، القيادات العسكرية الإسرائيلية تعطي توصيات، تبعث توصيات يوميا أسبوعيا للجانب للقيادة السياسية الإسرائيلية، بس هي ما له علاقة للعمليات اليومية. سيد سامر، يعني أنت تستمع لما يقوله سيد ألون، هو يقول بأن لا علاقة يعني بشكل عام أو بشكل مباشر فيما يتعلق بإملاءات سياسية أو في بعض الأحيان، ولكن يعني كيف قراءتك لتصريحاته بالطبع؟ وأيضا في نقطة أخرى يمكن الإجابة عليها، الشعب الفلسطيني تعب من الشعارات، يعني أنا أتحدث عن الآلاف قتلوا في الانتفاضة الثانية عفوا، وأيضا ألاف المعتقلين. في نهاية الأمر هناك جيل صاعد جديد لم يعش الانتفاضة وخيباتها، وأيضا الاعتقالات التي لم ترتقى في نهاية الأمر إلى مشروع سياسي، ويريد اليوم برنامج آخر لا يرتقي إلى برامج السلطة الفلسطينية. الشارع الفلسطيني منفصل بالكامل، يعني لا علاقة للقيادة الفلسطينية بشارع الفلسطيني ولا برأي ولا بطريقة. 53% من الفلسطينيين بلغوا سن الانتخاب ولم يشاركوا في الانتخابات بحياتهم، يعني 53% من القوة الانتخابية الشارع الفلسطيني لم تشارك في انتخابات بحياتهم. هذا يعني أن جزء كبير جيلين أو ثلاث أجيال بالكامل لا أحد يعلم عنهم أي شيء، لم يتم اختبار آرائهم. أنا ألخص ما يجري كالآن، الفلسطينيين أصبح يدرك أن الاستراتيجية الوطنية التي تبناها القيادة الحالية هي استراتيجية خاطئة لن توصلنا إلى أي شيء. هناك تفكير جدي
حول اللجوء إلى خيار الدولة الواحدة واللجوء إلى خيار الحقوق المتساوية. نحن نقر بحق إسرائيل بالوجود، ولكن لا نقر بحق هذا النظام السياسي إسرائيل بالوجود. النظام السياسي الذي يعطي الاستعلاء لليهودي والأفضلية لليهودي، وينظر إلى الفلسطينيين كإنسان من الدرجة الثانية، مواطن الدرجة الثانية أو الثانية. لماذا أيضا يعني بهذه النقطة يعني لا يمكن اللوم فقط على الجانب الإسرائيلي؟ لديك سلطة أيضا تتعامل في هذا المنظار مع الشعب الفلسطيني، هناك أيضا قيادات فلسطينية لها تنسيق أمني مع إسرائيل، ولذلك كل هذا هو مسبب أيضا مباشر أوضاع اقتصادية سيئة، ظروف حياتية أيضا صعبة. السلطة هناك من يعتقد لها دور في هذا السياق، يعني لا يمكن اللوم فقط على الجانب الإسرائيلي. السلطة الفلسطينية تمثل المنصب، والجانب الإسرائيلي أكثر من أنها تمثل الشارع الفلسطيني. أنا أسميهم نادي أصدقاء الشين بيت. هذه هي السلطة الفلسطينية. 150 شخص في رام الله وصلوا لاستقلالهم الخاص، عندهم السجاد الأحمر، عندهم سيارات رينج روفر، بنوك ملان فلوس برا هون هون، وشنطتهم جاهزة، هيهربوا زي قوات لح في اللحظة اللي بروح فيها أبو مازن، هيهربوا أو في لحظة الانفجار، وإذا صار الانفجار حنصير في وجه إسرائيل قبل القيادة الفلسطينية. هذه الناس حتحطم عندي شركتها وجاهزة، إما حطمها ربعة اللقين أو العناء. طيب. واضح. طيب. ستختفي هاي الأسماء اللي نسميه قالوا بعد 2-3. طيب. أريد أن أعقب على موضوع أنه الشين بيت أحبط 95% من العمليات. أنا أقول لكم أن ثبت أن الجيش الإسرائيلي يكذب على الشارع الإسرائيلي ويكذب على الجمهور وعلى الإعلام الإسرائيلي. موضوع شيرين أبو عاقل قالوا لم نطلق النار، فلسطين أطلقوا الآن، يكون على الأغلب نحن أطلقنا النار ولكن نتحمل المسؤولية كانت هذه. تماما واضح الفكرة. دعني يعني أيضا لضيق الوقت أن أوجه السؤال لدكتور نصير العمري، وأنا يعني دكتور نصير تسمعني، يعني حاولت واشنطن الالتفاف على القضية الفلسطينية من خلال توقيع اتفاقيات إبراهيم، بمعنى بأن مبدأ أو فكرة الأرض مقابل السلام انتهت، وأن هناك معادلة باتت السلام مقابل السلام. هذا المشروع لما يبدو سقط أيضا الآن، وكل الأفكار التي تتحدث أيضا عن تغييب القضية الفلسطينية اليوم تترجم بعمليات واضحة من قبل الجهاد الإسلامي وحركة حماس. هناك شبان مسلحين فلسطينيين سئموا من الالتفاف على القضية، بمعنى على واشنطن إعادة النظر والحسابات. لا يمكن الذهاب نحو الدول العربية واستثناء هذه القضية، هي قضية محورية في الشرق الأوسط. أتفق معك، وأظن بأن يعني التواطؤ الأمريكي مع الحكومات اليمينية المتطرفة في إسرائيل هو في الحقيقة يعني يسبب مشكلة اليوم لإسرائيل، كما أنه يسبب مشكلة للفلسطينيين. وأظن بأنه يعني ما يحصل اليوم بين أمريكا وإسرائيل هو أن العميان يقودون العميان نحو مستقبل في الحقيقة هو كما نرى اليوم العنف والمزيد من العنف. ولكن يعني أنا أسمع ضيفك الكريم يتحدث عن السلطة وكيف أنها سلطة فاسدة، ولكن بنفس الوقت يعني على الجانب الإسرائيلي أين هو الشريك الإسرائيلي في عملية السلام، بينما يعني يتقاسم اليمينيون في إسرائيل السلطة منذ سنوات طويلة ويتنافسون في من هو الأقوى في إبعاد الابتعاد عن عملية السلام وتوسع الاستيطاني. فأين هو الشريك الإسرائيلي؟ من السهل يعني لوم فتح ولوم حماس، ولا أنا لا أقول بأنه لا يطولهم اللوم، يطالهم اللوم، ولكن أين الشريك الإسرائيلي؟ لا يوجد شريك إسرائيلي، والأمريكي وبكل أسف لأسباب سياسية. إذا اليوم سيد يعني دكتور نصير، اليوم يمكن للجانب الفلسطيني أن يذهب بعيدا، يقول الجانب الأمريكي فشلتم في تسوية الملف أكثر من 50 عاما، أكثر من 60 عاما، لدينا بدائل، يمكن الذهاب إلى روسيا اليوم لتدخل لخط الوساطة، وهناك لقاء مرتقب بين خالد مشعل، عفوا بين إسماعيل هنية، وأيضا بين الرئيس الروسي قريبا. لا أظن بأن هذه الحلول، يعني إسرائيل في وضع قوي والولايات المتحدة تساند إسرائيل، ولا أظن بأن تصعيد العنف من الجانب الفلسطيني سيقود إلى حل. وأظن بأن الحل يبدأ بضغط أمريكي وتغير في العقلية الإسرائيلية، العقلية التي يقودها اليمين دون إيجاد حلول لمشكلة الفلسطينيين. لا يعني لا يريدونهم مواطنين متساوين، ولا يريدون إعطائهم دولة، وكأن إسرائيل تقول للفلسطينيين عليكم أن تتبخروا، وهذا لا يمكن أن يكون خيار مقبول.
للعالم أو للولايات المتحدة. نعم أشكرك جزيل الشكر السيد ودكتور نصير العماري محلل سياسي كنت معنا من نيويورك, وأيضا شكر موصول لك السيد سامر سنجلاو رئيس صندوق أعمال القدس وناشط في حركة فتح, وأيضا شكرا لك ألونا بيتر خبير في الشؤون الأمنية, وأيضا نواصل وإياكم بعد قليل في الملف الثاني من هذا المساء.